انت وبس. او الموقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. مبدئيا هو العمايل الكتير عامة برضه بتبوظ الشعر، ده يعني خلينا متفقين على حاجة زي كده. بس في حاجات بتستخدميها قبل الاستشوار بتقلل شوية، بتعمل عازل شوية مع السخونية. بالنسبة للغسيل بقى، الشعر الدهني هو عامة في الأسبوع احنا ما ينفعش نغسل شعرنا أكتر من مرتين. نغسل شعر، لو الشعر الدهني بيتغسل مرتين، بيتغسل إزاي؟ يعني أغلب الناس بتحط الشامبو على رأسها وتدعك جامد بفروة الرأس وتحك عشان طبعا تنظف جامد وكده، فده غلط. يعني هو انا مجرد ما حطيت الشامبو اصلا هو كده كده اوريدي بينزل الدهون لوحده، يعني الماده بتاعه الصوديوم والحاجات اللي في الشامبو بتنزل الدهون لوحدها من غير ما احك جامد. مبدئيا انا بحط الشامبو على ايدي الاول، مش على راسي، على ايدي، وبعد كده برغيه كان زي بالظبط صابونه وبرغي شعري، مش بحك في فروه راسي، لان انا لما بحك في فروه راسي انا كده بشرب الصوديوم والمواد الكاويه دي للروتس، فانا كده بموت الخلايا الدهنيه اللي هي اصلا مسؤوله عن البصيله وعن الشعرايه نفسها، فممكن كده انا بوقع شعري وبعمل له تساقط وبعمل كمان قشره في شعري. كل بصيله فيها خلايا عصبيه وخلايا دهنيه ومسام، والبصيله كل شرايط فيها الكلام ده، فتبقى ارق حاجه هي المكان اللي طالع منه الشعر، فانا ما ينفعش احك فيه جامد. وانا بسرح بتسلكه شعرك، بلاش تسلكيه اصلا، هو عليه بلسم او كريم، هو ما بيتسلكش بغير اي شعر، ما بيتسلكش غير بعد ما بينشف مش هو مبلول. فاحنا لما بنغسل شعرنا ما بنحكش فيه جامد، واحنا بنسلكه برضو ما بنحكش في فروة الراس جامد. انت وبس. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواري، أحد مواقع مجموعة وشوشة الإعلامية انت وبس.com.